العبايات المودرن من القطع الأساسية في خزانة كل سيدة، والسبب إنها تضفي جمال وأناقة وأيضاً إطلالة جميلة على إطلالتهم. ولكن السؤال، هل يناسب جميع أجسام السيدات وقوامهم؟ الجواب هذا جاوبتنا عليه مصممة الأزياء والعبايات المصممة صوفيا في هذا اللقاء، وخاصة بأن رمضان على الأبواب. يا هلا ومرحب فيك صوفيا، مصممة عبايات مودرن في أسرار الجمال لليوم. حبيبتي مرسي كتير، ومبسوطة أنا أنه أنا معك مروة. ونحن أكثر. يا تانكي بهالمقابلة. يعني تصاميمك شوائد مميزة ما شاء الله، ولكن اللي حبيته فعلا اللي موجود الألوان والحيوية والحب للحياة واضح من خلال تصاميمك، ولكن خبرينا أنت أكثر بشو تميزت. هلا انا مثل ما قلتي بحب هيك كل شيء الوان فاتحه، اكيد العبايه السوداء بتعقد، يعني انا بموت عليهم. هون الامارات بيلبسوا العبايه السوداء كثير حلوه، بس انا بدي اعمل شيء مختلف، فقررت اعمل اشياء يعني تلبسيها فوق الجينز فوق التيشيرت. وانا اللي بتميز فيه انه بعمل عبايه بس ما بعمل 2 3 4، عرفتي بقى انه بحب دائما بحب انه اكون يعني اذا شيء مثلا اضطريت بعمل، بس عاده بعمل قطعه قطعه لحتى المره تحس حالها انه سبيشل وقت تلبس العبايه، ما تروح مثلا على رمضان على سحور على افطار تلاقي مثل لابسه وحده ثانيه مثلها. فعلا خاصه ان السيده وايد تحب القطع المميزه لانها تشعرها بالثقه اكثر. مزبوط. تحبين ايضا موضوع ان المراه تشعر بارتياح بارتدائها عباياتك، راوينا شو العبايات المريحه فعلا في اللبس. اوكي، لك مثلا هيدي مروه حلوه ومريحه بس ما فيها تروح فيها على الشغل اكيد. صح. هيدي تخيلي مثلا انت لابسه رايحه غدا لابسه كلها تحتها ابيض، يعني كثير مريحه لانه انا بعملهم عراض واسعين، مش انه وحده ضيقه عليها، فانا بحب العبايه العريضه. لك هيدي الحمراء كمان السو نايس كمان، لك شو حلوه. صحيح. انا بحب اشي هابي بدنا بوزيتيف، دائما الواحد لازم يلبس اشياء فرحه تشعرين فيها ايضا بالتفاؤل، تنعكس على الشخص. مزبوط. نفسه. صح، مع انه بحب الاسود كثير، يعني انا كل ثيابي بس البس عبايه بحب تكون ملونه. طب السؤال، هل العبايات تحسين السوداء هي كلاسيكيه والعبايات المودرن ملونه والوانها جريئه ولا لا؟ شو رايك بهذا الموضوع؟ اكيد بحب السوداء كثير تكون كلاسيك، وكمان فيك كمان تعملي اشياء ملونه كمان كلاسيك، يعني مش هلا افرجيكي هيدا انه اوكي الاسود رسمه، بس كمان فيك تكوني هيدي رسمه، يعني فيك تروحي فيه على احلى سحور، بس اذا حطيتي لها زنار ذهبي بتصير كثير رسميه. نعم. يعني مش دائما لازم يكون الاسود رسمه. صح. في كثير الوان رسميه، يعني شوفي كل المشاهير بيلبسوا اوقات الوان فاتحه ورسميه، بس نحن بنعتقد دائما وبنحب الاسود ودائما بنفكره انه رسمه، لازم يكون عندنا فستان رسمي، لازم يكون عندنا عبايه سوداء، سوري، دائما لازم خزانتنا يكون فيه اسود. صح. ولازم يكون عندنا كمان فاتح. فعلا واضح انك وايد تحبين الالوان الجريئه والالوان يعني خلينا نقول اللي فعلا هي على الموضه. مزبوط. خبرينا عن انواع الاقمشه وايضا الالوان اللي تستخدمينها اكثر. هلا هيدا مثل الكفتان المغربي استوحيت منه. نعم. هيدا حرير، بحب الحراير كثير، وهل يعني كله سلك، عرفتي؟ والالوان ليك شو فاتحه وحلوه، وهيدا كمان فيك تروحي فيه رسمه، هذا فيك تروحي فيه على الغداء الظهر او تروحي مع اصحابك الصبحيه، هيدا لازم يكون رسمه، يعني بالليل بتروحي على سحور مرتب عرس خطبه. صح فعلا. فبتلبسي، فهي هي. وفي عندي اسود بفرجيك الاسود، كمان فيك البلاك اكيد، يعني سيد الالوان دائما نحن نقول البلاك. احس فعلا حلو لما يكون مضاف له شيء مثل اللماعه اللي فيها، احسها حلو. مزبوط.
أنا بأخذ هذه سودا مدخلت لها شوي اللون الأخضر ويا الريش وهني موجود. تعرفي مودة الريش يعني صاروا يعني كل الديزاينرز عم بيحطوا ريش، فأنا كثير بحب الريش وحبيت اللون الأخضر، يعني بيعطي هيك ما بعرف التفات نظر، حب فعلا، خضار صح، طبيعة فعلا جميلة. وأيضا في واحد بعد بالريش بما أنه موضة الريش بعدها، شفت هدول الألوان ألوان تحسين كلها حياة، شفتي بيربل وأورانج وأورانج وزهر، أحس أنه جريئة بخلط الألوان لأن أحس الأورانج ويا الوردي مش وايد منتشر يعني صح؟ أنا في العبايات أي لو سلكي مش حلوين عن جد وايد حلو صراحة مميزة يعني أنت بدك تجربي كمان، ما فيك تتبع بس ناس عملوا أحمر وأورانج، ما فيك تحطي أورانج وزهر، الواحد يجرب وبده يشوف إذا حلو. طيب السؤال، نعم، عادة ناخذ قطعة هي يمكن صباحية مزبوط، ولكن نحن نبى نجلبها مسائية للمساء، كيف من الممكن نحن نسوي شيء أن نغير القطعة نخليها مسائية؟ بدك تياها مسائية عادة مثلاً، اختاري لنا قطعة وخبريني شو أحطي عليها عشان تستوي مسائية. أوكي. مثلاً هذه رح أرجيكي هيدي البيضة، هيدي لحالة هيك، هيدي فيك تلبسيها بالصبح مثلاً، تحطي لها جينز تيشيرت بيضة بتخففي لها اللمعة تبعولها، نعم، بتجي لها بالليل بتلبسيها، بتحطي لها تحتها فستان أبيض كمان فيه شغل، كمان بتحطي سنتور لايك الزنار بيلعب يعني دوره صراحه، اذا بتحطي له زنار كمان فيه بلينك بلينك كمان بيصير له بالليل، خلاص بتصيري تلبسيها الصبح وبالليل صفره فعلا. بالنسبه لموضوع الاكسسوارات، هل نقدر نضيف اكسسوارات مثلا غير الموضوع الحزام، هل نقدر نحط اكسسوارات مثلا حلق كبير؟ هلا بصراحه الحلق كثير حلو معهم، بس انا بعتقد انه بدك تحطي عقد وهون في شك، وفي يعني يمكن عقد صغير عقد الرقبة مع حلقة كبير نايس، يعني بتعرفي انه حلو كمان اذا في شيء لميع تحطي شيء بناسب معه الحلقة، مش تحطي حلقة صغيرة وفستانك كله لميع فعلا. فانا بعتقد هون بده يكون فيري سمبل، يعني اذا بتحطي شيء بتحطيه صغير فعلا. yeah. في بعد قطعة هني وايد حبيتها بعد تايجر. yeah. like هيدي كثير حبيت انا كمان وقت عملتها، وعملت لك حطيت الجولد الستونز هيدا كله سوارفسكي، هيدي كمان فيك تلبسيها بالليل وبالنهار. اذا بتحطيها بالنهار بس مع الجينز او ابيض، وبالليل بتلبسي تحتها أسود بتصير يعني بتصير كتير لليل، بس لو بتلبسي فوق تحتها فيك تلبسيها بالنهار صح، يعني أنا بعتبر إنه كل عبايات فيك تلبسيهم بالنهار بس تكوني سيمبل من جوا، يعني البنطلون والتيشيرت ما يكونوا ما عليهم شيء، ما عليهم طبعات، ما عليهم كريستال صح. It's nice. بالنسبة لي الكوليكشن لرمضان، بما أن رمضان على الأبواب وكلنا العبايات الملونة نحبها برمضان، خاصة على السحور جمعات المائدة الأفطار، خبرينا أكثر عن الكوليكشن الجديد. هلأ الكوليكشن الجديد اللي عم بعملها يعني دخلت فيها الحرير، الكتان، هلأ الكتان الصيفي لأنه هلأ جايين على الصيف، على قطن، ففي كتير أشياء خامات يعني ومشيت، ودائما بيجي الحرير كمان أكتر شيء فعلا، بس الألوان تختلف والشك والأشياء. يعطيك ألف عافية، نورتينا في أسرار الجمال، وشكرا على هذه الأسرار الجميلة صوفيا مصممة أزياء، نورتينا. ثانك يو حبيبي، ثانك يو سو ماتش، ميرسي. مشاهدينا بعد هذه الفقرة أكيد لفقرة الإتيكيت بعد الفاصل، خلكم ويانا يعني.